لا والله شغالين. كل من روح البيت ميه بملح استناني بيها على السلم كده. ابو ولاد احنا جايبينهم فاهميني بس بالراحه وانا هنحل لك مشكله. من غير عصبيه من غير عصبيه. عايز ايه؟ طيب خلاص ماشي انا راضي بالموضوع ده. ايه تاني؟ بس كده. طب تعالي هنا تعالي طلعي لي دماغك بره. تعالي طلعي لي دماغك بره. ايوه كده ايوه كده. الساعه كام بقى؟ 9. ايه يا شوشو؟ ايه يا شوشو؟ الساعة كام؟ مين اللي زعلك؟ الولد مسعوق. مسعوق امتى الساعة كام؟ مش بتسأل على العيلة خالص. الساعة كام؟ 10:30. لا هي اللي هتقول. قولي يا شهوة. شهوة يلا قولي الساعة كام؟ الساعة 12. جالك بالليل هنا؟ مني جالك الساعة كام؟ جالك بالليل؟ بتبص لك اهو بتقول. لا ما جيتش بالليل. طبعا يا جماعة الشباب بتوعنا هم بينظفوا الكلاب الجولدن وكانوا النهارده المجموعة اللي هي عليها الدور. طبعا خدوا شاور حلو كده الصبح وبيسيبوا في الشمس شويه وبعد كده بيسرحوا لهم وينعموا لهم شعرهم. طبعا مفيش انا استشوار عندي هناك، هنا ما عندهمش استشوار. باظ جولدن زي ما انتم شايفين كلاب جولدن ومعاهم شويه استزراء. ارفع ايدك فوق انت مصري. احلى شغل عند الكابتن ابو نور، احلى مستوى عند الكابتن ابو نور، احلى عمال عند الكابتن ابو نور. عمال شايفين شغلها. كنا بندور على عصا بلاستيك يا جماعه لقيناها مرميه ورا. العصا البلاستيك مرميه ورا يا ابو نور. بالراحه بس يا بوحه. ابو نور العصا البلاستيك مرميه ورا عند البرسيم. العصا البلاستيك رايحه منكم. العصا البلاستيك هم مش عارفين يا جماعه. مش عصايه والله ده. ايوه ده حته يا جماعه والله. محمد اللي فاتن. انا مالي ايه؟ محمد اللي فاتن. هو راح يشوف طبعا يا جماعه كرة المحبين الكلاب الجولدن دي كلاب مش شراسه ولا فيها الحراسه والكلام ده. ده كلاب بيتي. في ناس بتعشق الجولدن دول وفي ناس ما بتحبش الجولدن وفي ناس ما بتشتريش الا هم وفي ناس ما بتحبش الجولدن ولا بتحب تربيتهم لان هم بيبقى بيتي شويه مش شراسه وطاعه والكلام ده. ده عباره عن لعب وهزار وضحكوا في البيت مش زي ما انتم شايفين اهوت. طب محمد صار من عندك وصار من عندك. يلا
صور يلا يا طلعوا بقى تاني، طلعوا تاني يا يوسف، شدوا طلعوا. لا والله بتهزر يا ابني، حرام عليك. ضحي وشد يا جماعه والله. ابني رمى مسعود من فوق حته رميه، الحمد لله ما اتكسرش ولا حكم عليه. ايه غير عصاي؟ لا 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 ايه ده يا جماعه، الشباب بتوعنا هم بيصرحوا من الكلاب الجولدن. شباب مننا القوصر جولدن المش بتاع العود. احلى شاور النهارده مع الكلاب الجولدن ده. بقى وش الفساد ده، وش الفساد للكلاب. طب ما انتش نازل ده كده بقى، بكره تيجي وانتري. ادي العبيط يا جماعه، العبيط ده ابني. انا بنعترف العبيط ده ابني. لا انا بنعم عطله. العبيط ده ابني يا جماعه. طبعا يا جماعه الشباب بتوعنا هم بينضفوا الكلاب الجولدن، وكانوا النهارده المجموعه اللي هي عليها الدور طبعا خدوا شاور حلو كده الصبح وبيسيبوا في الشمس شويه، وبعد كده بيسرحوا لهم وينعموا لهم شعرهم. ما طبعا فيش انا استشوار، استشوار عندي هناك، هنا ما عندهمش استشوار. جولدن لازم، انتوا شايفين كلاب جولدن ومعاهم شويه استزراق. ارفع ايدك فوق انت مصري. احلى شغل عند الكابتن ابو نور، احلى مستوى عند الكابتن ابو نور، احلى عمال عند الكابتن ابو نور، عمال شايفين شغلها. كنا بندور على عصا بلاستيك يا جماعه، لقيناها مرميه ورا. العسل البلاستيك مرميه ورا يا ابو نور. بالراحه بس يا بوحه. ابو نور العسل البلاستيك مرميه ورا عند البرسيم. العسل البلاستيك ده رايحه من لكم. العسل البلاستيك ما هم مش عارفين يا جماعه، مش عصايه والله. ده ايوه ده حته يا جماعه والله. محمد اللي فاتن انا مالي. ايه محمد اللي فاتن؟ هو راح يشوف، هو راح يشوف. طبعا يا جماعه كنت المحبين الكلاب الجولدن دي كلاب مش شراسه ولا فيها الحراسه والكلام ده، ده كلاب بيتي، دي كلاب بيتي. في ناس بتعشق الجولدن دول، وفي ناس ما بتحبش الجولدن، وفي ناس ما بتشتريش اللي هم، وفي ناس ما بتحبش الجولدن ولا بتحب تربيتهم، لان هم بيبقى بيتي شويه مش شراسه وطاعه والكلام ده. ده عباره عن لعب وهزار وضحك في البيت، مش زي ما انتم شايفين اهوت. خد يا محمد صوت من عندك وصوت. صوت من عندك. يلا بينا. صور يلا بينا. محمد عصور يا جماعة، محمد عصور. طلعوا بقى تاني، طلعوا تاني يا يوسف، شدوا طلعوا. لا والله بتهزر يا ابني، حرام عليك. ضحي وشد يا جماعه والله. ابني رمى مسعود من فوق حته رميه، الحمد لله انا ما اتكسرش ولا حكم عليه. ايه غير عصاي؟ ولا لا لا